السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدروس اللي فاتت اتكلمنا على التعلم العميق Deep Learning، وقلنا ان بيبقى عندنا Input وعندنا Out، وبينهم بيبقى فيه كذا Layer. وهنا مثلا ظهر عندي Layer واحدة، انما بعد كده بيبقى بنزود الليرات بحيث ان يبقى فيه تحليل ادق للمعلومات اللي داخلة، زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. تمام، بيبقى فيه اكتر من Layer. ده الديب reinforcement، يعني بدخل البرنامج اللي انا بعمله، بجهز البيئة بتاعته، القواعد بتاعته، وبقول له ابدأ يلعب، وهو بيتعلم مع نفسه من الخطأ او من ان هو يلعب اللعبة صح. فانا كل اللي انا بعمله ان انا بجهز البيئة وبديله الخوارزميات بتاعته وهو ينطلق. تمام، ده كلام عنه كل ده في الدروس اللي فاتت. دلوقتي بقى هندخل على الشبكات العزبونيه الاصطناعيه. دي اللي هي عباره عن ايه؟ Artificial Neural Network ANN، او مدعى ايضا بالشبكات العزبونيه المحاكيه اللي هي Simulated Neural Network او SNN. هي عباره عن الخلايا اللي موجوده في جسم الانسان. بيبقى عندي هنا انبوت، مثلا ممكن تكون الخلايا دي خاصه، مثلا الشبكات دي خاصة باللمس مثلا، فلمست حاجة فيبقى في إحساس بيبدأ ينتقل، وبعد كده يوصل إن هو يقول لي أنت لمست مثلا اللابتوب، لمست الترابيزة، لمست الموبايل، وهكذا. هي دي نفس الفكرة اللي هتتعمل مع الكمبيوتر، بحيث إن أنا مش هقعد أحفظ كل حاجة أو أقعد أقول له قاعدة إف واحد اتنين تلاتة ونخش في حاجات كتير قوي. لأ، ده إحنا هنعمل نفس فكرة الشبكات العصبونية اللي موجودة في الإنسان. فيبقى في عناصر معالجة، ده مثلا واحد اهو بياخد معلومة من هنا ومن هنا ومن هنا، وده برضه بياخد معلومة من هنا ومن هنا ومن هنا، ويبدأ يدي لكل واحد فيهم أوزان، ويبدأ إن هو في الآخر يوصل لي إن هو يعمل مثلا linear function، فبيعمل ال x وال y، ويبدأ إن هو يعرف إيه الحاجة ديت. فهي بتعمل شبكة من العقد وفي اتصالات ما بينهم، ومن خلال الأوزان نقدر نحدد أنهي قيمة الأكبر. ممكن في الأول القيم ما تبقاش دقيقة، لكن مع الممارسة بقيم بتبقى أفضل، زي لما يكون في طفل صغير وبيبدأ إن هو مثلا يشم حاجة، فنقول له دي حاجة حلوة، دي حاجة وحشة، دي ريحة كذا، ده ريحة كذا، وبعد كده هو أول ما يشم الحاجة دي يقدر إن هو يميزها. تمام، فإحنا عندنا الذكاء الصناعي، وهنشوف بعد كده في المستقبل ازاي ممكن يفيدنا في مجال البيم. فهنا مثلا عندي هنا الانبوت لاير، وعندي هنا كذا هيدن لاير، ممكن توصل ل 100 هيدن لاير. اللايرات دي انا ما اعرفش ايه اللي جواها، هي بالنسبه لي صندوق اسود. دي المدخلات ودي المخرجات، وانا كمبرمج ما اعرفش ايه اللي هيحصل. تمام، في خوارزميه معينه انا واثق فيها فديتها المعلومات. على سبيل المثال دي الانبوت بتاعتي، وانا بزود بقى اللاير بتاعتي، كل ما بزود بياخد وقت شويه ازيد، لكن بيديها بشكل دقيق، وممكن ان انت تزود النيوترال. طيب خلينا نشوف الموضوع ده عملي، خلينا نشوف الموضوع ده عملي بالشكل دوت. ده موقع اهوت، هقول له ان انا عندي هنا مثلا كام نيوترال. في الاول هنا بيبقى خلاص هي عباره عن لينير خطوط، انما هنا بياخد معلومه من هنا وياخد معلومه من هنا، فيتم الدمج بينهم. هنا بياخد من دي وبياخد من دي حسب الاقوى، كان مثلا انت عندك كذا حاجه، فمثلا لمست حاجه فبيبدا يحس، او بتشم حاجه ففي خلايا قالت مثلا ده ريحه ورده، وفي التانية قالت مزجت الريحه مع عنصر اخر. ففي الاخر بنوصل ان جيلنا المخطط هنا بشكل دقيق، بياخد شويه كده يحلل، وكل ما يبدا يحلل تبقى خلاص الاجابه ادق. تمام، هو يقدر يقعد يفحص لما لا نهايه، بس انا مش عايز اوصل لما لا نهايه، انا عايز اوصل لرقم انا اكون قبله. طيب لما نزود كده، طيب نزود الليارات ونقول له ابدا افحص، فتبدا الحاجات تكون ادق. تمام، ابدا افحص، ياخد وقت لحد ما يبقى خلاص اول ما يدخل له الانبوت يبقى عارف ايه اللي هيخرج له على طول. يبقى كانك مثلا ايه، اول مره تلمس تفاحه مثلا، فمن كل المعلومات اللي داخلها دي اقدر احدد هي ايه. هو بيبدا هنا يعالج المعلومه بالظبط.
الهيدن لاين دي انا معرفش ايه اللي موجود جواها، هو ممكن يحلل البيانات بطريقه او باخرى، في الاخر هيديني القيم الصحيحه، تمام، وانا بعرف انها صحيحه، بس ليه؟ ما انا مش عارف. لكميه الداتا الرهيبه، هو انا مش بياخد معلومه ولا اتنين ولا تلاته، ده بياخد عشرات المعلومات، فالتحليل نفسه بيبقى حاجه دقيق جدا، لكن ما بتبقاش عارف ليه. اشهر مثال اللي هو كان في كلب وفي ذئب الاتنين زي بعض بالظبط، فلما عرضوهم على الديب ليرنينج، وطبعا الديب ليرنينج بيكون من الخلايا العصبيه زي ما احنا عارفين، جاب له النتيجه، بس احنا مش عارفين ايه اللي حصل جوه. هو اتاري ان هو فرق بينهم 100% من خلال ان الكلب بيعيش في البيت، فاول ما بيلاقي صوره بيت في الخلفيه خلاص بيعرف، اول ما بيلاقي صوره ذئب بيبقى عارف ان جليد، بيعرف ان ده الذئب دوت، لان الذئب اكيد مش موجود في بيت، تمام. ففي انواع كتير جدا من الشبكات زي ما نشوف في السلايد الجايه ان شاء الله، كل واحد فيهم بيبقى ليها فكره معينه او بياخد معلومات معينه او يدينا حاجات معينه، فبيبدأ ان هو يفلتر المعلومات، ممكن يرمي معلومات خالص بره الحسابات بتاعته لانها ليها قيم شاذه ممكن تاثر عليه. ممكن الجي ان ديت تعمل لنا صور جديده مش موجوده خالص، مش حقيقيه، يعني ممكن اقول له مثلا ايه، والله انا عندي فيلم كده فعايز صور لبني ادمين، هو يجيب لي صور مش بيدور على النت، هو بيكون هو صور. فلذلك شبكات الجي ان اللي هي جينيريتيف ادفيرسيال نتورك، هنشوف موقع بيعمل الموضوع دوت، بيولد لي حاجات كتيره جدا انا ممكن ما اكونش اخترعتها. ممكن اقول له مثلا ايه، تصور شكل الصراص في المستقبل، فهو من خلال الخلايا بيبدا ياخد مثلا بعض صور العربيات، ينتج لي صور عمرها ما اتعملت قبل كده، عربيات بتطير وهكذا. دي انواع كتيره من الشبكات العصبيه، في حاجات بتبقى صغيره مجرد انها فيد فورورد، في حاجات بتبقى فيد فورورد اند باك وهكذا، في انواع كتيره جدا، بيبقى في تنوع في استقبال المعلومات والحاجات دي كلها. كل واحدة من دول بتحتاج محاضرة كاملة عشان نتكلم فيها باستفاضة ونشرحها، لكن ده مثلا مثال اهوت للشبكات العصبية التلالفية، ان انا بيبقى عندي صورة قطة، فهو بيبدأ يعالجها. يعالجها يعني ايه؟ يعني هو عايز يعرف ان دي قطة ازاي، عايز يبدأ يقسمها، فهيبدأ يقسمها لأجزاء، وبعد كده ندخلها الشبكات العصبية، فبعرف ان من هنا لهنا دي مثلا عين، دي هنا هنا قطة، بحس ان هو لو شاف صورة قطة وكلب يعرف انا واحد فيهم القطة. والتجربة دي فعلا انا عملتها بنفسي حقيقي بالبرنامج اللي هو دوت، تمام، وقدر فعلا يفرق اذا كنت بشرب شاي ولا قهوة او ما بشربش قهوة، فدي حاجات فعلا سهلة جدا ان احنا نعملها، تمام. هو هنا بقى بياخد القطة ويبدأ يشوف الاجزاء بتاعتها، حتى لو القطة دي اتحركت اتصورت من زاوية اخرى، بيبدأ يفهم ان دي قطة، بيبدأ يحلل اللي فيها، بدخل الصور خوارزميات، ما بقعدش امسك له صوره صوره واقول له خلي بالك دي قطه، ده كلب، ده قطه، ده كلب، زي ما كان بيحصل زمان، تمام. لا، هو انا ببرمجه ان هو يتعامل مع المعلومات الغير مصنفه ويبدا يديني الاستنتاج. على سبيل المثال هنا مثلا مقاعد، مثلا هنا في صور افيال، صور سيارات، صور وجوه، فالعربيه وهي ماشيه في الشارع بتعمل معالجه لواحد جيجا في الثانيه، بحيث ان هو يبقى شايف على اليمين وعلى الشمال وفوق وتحت، ودي عربيه، لا دي كذا، لا ده هنا اقف، ده اشاره مرور، كل الحاجات دي يبدا ان هو يحللها بشكل دوت. العربيه ماشيه بيحلل، في شبكات بتحلل، طيب دي خدعه حصلت، الصوره دي الاولانيه، دي الصوره الاصليه، قدر يحلل كل حاجه مظبوط، ده تلفزيون، ده شويه كتب، دي ازازه، ده كذا، لما دخلنا فيل حطينا صوره فيل ارتبك، فعرف الانسان على ان هو كرسي، حصل عنده لخبطه لان في صوره هو ما تعرفش عليها قبل كده، فالنتائج ما بقتش دقيقه قوي، تمام. ليه؟ لان حصل لخبطه شويه، تمام. دي من المشاكل اللي هم بيقولوا لها حلول. طيب تعال نشوف حاجه برضو من الذكاء الصناعي اللذيذ، يعني الظريف، يعني ان احنا كلنا اتعرضنا للموضوع دوت، يقول لك عشان تدخل الموقع لازم تكتب تثبت ان انت انسان ولا اله. هي الفكره كلها ان هو عمل خدعه، انا حاطط الشريحه دي في النص كده ايه كراحه، دي خدعة ان هو عنده كمية كبيرة جدا من الكتب، فبدأ يقسمها لكلمات وبيعرضها عليك، بحس ان هو بيستغلك كأن انت تعمل او سي ار اوبتيكال كاركتر ريدر، ان انت بتكتب الكلمة اللي هو مش قادر يتعرف عليها، فانت لما بتكتبها اول مرة وكذا واحد يكتبوها صح، فيبقى سجلت عنده صح، فلما يعرضها لحد تاني بيشوف انت كتبتها صح ولا غلط. دي من كذا موقع، هو نفسه مش عارف، دي فيها لخبطه شويه، لان لو عرض على الكمبيوتر هيكتبها كلها، هيكتب كل الحروف اللي موجوده، بس هي الفكره كلها ان هو بيستغلك، تمام. زي دي، هو مثلا بيبقى عنده صور كتيره في الشارع هنا هنا، وبيستغلك عشان يعرف هل فعلا الصور دي
وهكذا. تمام. فالحاجات اللي بتتعرض ديت هو بيستغلها ان انت بتبقى شغال عنده، بتعمل له قراءة للمعلومات اللي موجودة، بيستغلها بقى في جوجل مابس، في الحاجات دي كلها. طيب لو انت فاكرين التطبيق دوت كان يقول لك ايه، حط صورتك وانت هستنتج لك صورتك وانت كبير. هي الفكرة كلها ان هو عمل تجربة قبل كده، قال لك هات صورك وانت صغير وهات صورك وانت كبير، وبدأ الذكاء الصناعي ياخد الصورتين ويعمل قاعدة بينهم ويشوف حاجات احنا ما كناش نعرفها، فبيستنتج ان العين دي هيحصل لها قد ايه بعد كذا. وبعد كده بدأ يستنتج لو اديته اي صورة يستنتج هيبقى شكلك ايه وانت كبير، لان هو شاف كذا مليون صورة. تمام. الفكرة كلها ان هو ما عالجش صورة ولا اتنين ولا تلاتة، لا ده عالج كذا مليون صورة. يعني لو انا عملت استبيان وجاوب عليه 10، ولا لما اعمل استبيان وجاوب عليه 100 مليون، اكيد ال 100 مليون هيكون ادق. فهم استغلوا فكرة ان الداتا كبيرة. طيب تعال نشوف فكرة اللي احنا قلنا عليها اللي هو الجي ان، اللي هو توليد الصور. ده الموقع ده كل ما بتدوس اف 5 بيعمل لك صورة لإنسان مش موجودة قبل كده، مش موجودة عنده في قاعدة البيانات. الصورة دي مش موجودة في أي حتة على النت خالص. تمام. الكمبيوتر ولدها، مش ولد الولية، لا هو ولد صورة للأستاذة اللي كانت موجودة. تمام. دي مش صورة طفل حقيقية، ملهاش حقوق ديت. تمام. وهكذا. طيب كفاية كده عشان ما نطولش عليكم، وهنعرض الحاجات دي في الفيديو اللي جاي.